قواتنا تقاتل الآن في قطاع غزة، في عمق قطاع غزة، ويقتلون الكثير من المسلحين ويستهدفون أهدافا من الجو والبحر والبر. وفي ساعات المساء قوات سلاح البر استولت على مقر قيادي لحركة حماس، وهذا المقر استخدم للتدريب ولإطلاق ولخروج المقاتلين إلى المجزرة التي ارتكبوها، وكذلك إلى خروجهم إلى البحر. خلال المعارك قتل عدد كبير من المسلحين. هذه معركة معقدة وتتضمن اشتباكات وجها لوجه. في المعركة فقدنا جنود، وأبلغنا عائلتي جنديين أنهما قتلا في المعركة. صفينا الليلة إبراهيم دياري، وهو من قادة المعركة في وسط قطاع غزة، وله دور في المجزرة في 7 أكتوبر. خلال عملية تصفيته قتل عدد كبير من المسلحين الذين كانوا معه في المبنى في منطقة تحت أرضية. الضربة التي تعرض لها أدت إلى انهيار عدد كبير من المباني في جباليا. كل البنية انهارت وقتل عدد كبير من المسلحين. مسلحو حماس يواصلون استخدام المدنيين درعا بشريا، ونحن نعمل على البحث عنهم واستهدافهم. السنوار لا مكان له في قطاع غزة، وهم يبنون مقر قيادة تحت الأرض. في 7 أكتوبر تعرضت إسرائيل لضربة، ونحن نعمل على هدم هذه المقار التي انطلقت منها الضربة. لمن يريد الخروج من قطاع غزة جنوب وادي غزة فسنسمح له عبر معابر آمنة، لكننا سنواصل العمل بالشدة وبقوة في منطقة مدينة غزة. سنواصل العمل ضد كل المسلحين، ليس فقط في هذه ليس فقط في غزة بل في كل قطاع غزة. أطلق صاروخ أرض عبر البحر الأحمر باتجاه إسرائيل، وتم إسقاطه بنظام حتس، وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النظام لاعتراض صاروخ قادم من هناك. كما تم اعتراض هدفين طائرين عبر البحر صباح اليوم، وذلك بفضل القوات القدرات المتقدمة لسلاح الجو، كما أن لدينا في سلاح البحرية قدرات دفاعية جوية أيضا من أجل توفير دفاع جوي في كل مكان لحماية مواطني إسرائيل، سواء في الجبهة الجنوبية وفي كل المناطق. هناك الكثير من الهيئات التي تعمل لصالح إيران والتي قد تتدخل في المعركة في غزة. نحن نركز الآن على الحرب في قطاع غزة. سنواصل الدفاع عن أنفسنا في كل جبهة تتطلب ذلك، ونحن في تعاون مع الجيش الأمريكي، مع قيادة المنطقة الوسطى. وهذه أثبت هذا التعاون أثبت نفسه على كل المستويات، العسكري والاستخباري والبري. نعمل مع الأسطول الخامس لمواجهة التحديات والأخطار التي تواجه إسرائيل. الجيش يعرف لوحده كيف يدافع عن إسرائيل وكيف يرد على التهديدات في المكان والزمان المطلوبين. في الشمال تم إطلاق النار على مواقع للجيش، لم تقع إصابات في صفوف جنودنا، وتم الرد على مواقع إطلاق النار التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. سنواصل الرد بإصرار وبشكل فوري على كل مصدر إطلاق نار، وسنستهدف كل خلية تصل إلى السياج وتحاول إطلاق النار على جنودنا ومناطقنا. حتى الآن تم إبلاغ عائلات 317 جنديا عن مقتلهم، وسنواصل العمل على استعادة كافة المأسورين في قطاع غزة.
تطلب من كل مواطني إسرائيل الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، وأي معلومات تصلنا مهمتنا أن نبلغ الجمهور بها مع الأساس، وهو الحفاظ على حياة وأمن قواتنا. وأطلب من الجمهور أن لا يعملوا على نشر الإشاعات إلى الأسئلة. أنت تطلب من مواطني شمال غزة التوجه إلى الجنوب. ما الذي سيحدث لمن سيرفضون هذه الأوامر؟ كذلك سؤال عن منظومة حتس التي اعترضت صاروخ أرض أرض اليوم. بالنسبة للأنظمة الدفاع الجوية في إسرائيل، هي متعددة الطبقات. هناك مشاريع أخرى في وزارة الدفاع ونعمل على تطويرها، ولن أقدم المزيد من التفاصيل وأقدم معلومات عملياتية. وزارة الدفاع والجيش والصناعة العسكرية وتعمل على تطوير قدرات إسرائيل من أجل حمايتها. بالنسبة للسؤال الأول، نحن نعمل ضد عدو ومسلحين للأسف. هو عدو قاتل ونحن نواجهه. هو يستخدم المدنيين ذروعا بشرية. طلبنا منهم الذهاب إلى الجهود وبذلنا إلى الجنوب وبذلنا جهدا في ذلك من أجل الذهاب إلى الجنوب حتى نركز على العدو. هناك مناطق مراكز طبية يذهب المدنيون إليها مثل مستشفى الشفاء. نسعى إلى القضاء على المقار المنظمات الفلسطينية التي تختبئ تحت المستشفيات. سنواصل العمل على كشف هذه الأمور حتى يراها العالم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.